حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. عرفت انا جايباكم فين؟ معرض سيره. عايزه اقول لكم اول مره نصور فيه، وان شاء الله العروض اللي فيه جميله جدا، عامل عروض وسيل حلوه قوي علشان خاطر عيد الام. عايزه اقول لكم احنا فين. احنا في شارع مصطفى كامل بكوس. طيب احنا فين بالظبط؟ هقول لكم العنوان. 124 شارع مصطفى كامل عند شركه بيع المصنوعات بكوس. ماشي، هقابلينا من الناحيه دي كده. لو بصيتي كده هتلاقي عندنا ابو كمال، شايفينه؟ وكده هتلاقوا البنك الاهلي. ماشي حبايبي، احنا في النص هنا كده. معرض حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. عايزه اقول لكم احنا الجوله الثالثه في معرض سيره. مش عايزه اطول عليكم، الجولات بعملها لكم منفصله عن بعض. عايزه اقول لكم احنا هنا لسه في اطقم الشاي والكريستالات، هجيبها لكم كده في السريع واقول لكم الاسعار ايه عشان ما اطولش عليكم. قولي لنا كده يا لميا الاسعار ايه؟ عندي برده اطقم الشاي واطقم القهوه، عندي حاجات اللي هي السيمبل كده من غير براد، عندي حاجات ببراد وسكريه ولبانه. عندي حاجات تبقى استخدام مطبخ، حاجات تبقى، تعالي كده نقول لهم بسرعه الاسعار عشان الجوله ما تطولش علينا، عشان في حاجات كتير ومفاجآت كتير. تعالوا بينا ونقولوا الاسعار. عندي اطقم الشاي، عندي مثلا نبدا من اول فوق كده. قولي لنا الرز والاصفر دول. دول عاملين دول عاملين 488 قبل الخصم. تحفه والله العظيم بجد، جمال ما لهمش حل. وبرده خصم 20%. 20%. قولي لنا المجات. اطقم المجات ديت عندي شكل 2 3، اي طقم فيهم عامل 183 قبل الخصم. 183. بصوا حبايبي الثلاثه اللي انا مصوره لكم دول، تعالوا بقى ننزل كده اللي على الستاند ده. الروز، الروز ده طقم قهوه بالاطباق بتاعتهم، ستاند خشب عامل 400 جنيه، في منه الروز وفي منه الموف. الروز والموف اهو، بصوا الموف اهو جمال قوي. طب قولي لنا المجات كده. المجات عندي حاجه مثلا زي الموف ده كده، هو عامل 216. عندي طقم قهوه زي كده عامل 220. كل الاسعار دي اسعار قبل الخصم، لسه في خصم 20%. في الطقم اللي هو البني ده عامل 295. 295. بصوا الاشكال دي بقى ايه، اشكال البنات بتحبها جدا. لا ده انا كده لازم افتح الباترينا. عايزه اقول لكم نوريهم، نفرجهم بضمير شويه. بصوا الجمال. الطقم ده كده، بصوا العسل، انا هنزله. عايزه اقول لكم بصوا الوانه، بصوا اهوت، وهجيبه لكم بقى. بصوا على الطبيعه دي حاجه جديده لسه نازله. بصوا ايه ايه القمر ده. بصوا الطقم 2 فنجان مع البراد. مع البراد. بصوا ايوه، طلعي لنا كده ورينا الحركات. بصوا الجمال، الفنجان نفسه داخل جوه البراد. بصوا يا بصوا انا جايبه لكم الجديد، الجديد ده عندنا كل الجديد عندنا، والواناته حلوه جدا، يعني جرين مينت، روز، اصفر. بصوا بصوا ابيض. بصوا كل دي الوان جميله قوي، حلوه قوي. بصوا الوانه اهوت، الابيض والروز والمنت والابيض. لا 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 تحفه بجد، تحفه. الطقم دوت برده مش غالي. الناس احنا داخلين على عيد الام، وناس بتدور على حاجات هادية، اسعارها هاديه وكويسه. الطقم عامل فدول، الطقم عامل 270 جنيه قبل الخصم. اللي احنا وريناه لكم ده عامل 270 يا حبايبي. طب في عندي حاجه زي كده. ينفع تطلعها لنا؟ نطلع. عايزه اقول لكم يعني مفيش حد بيطلع حاجه من الباترينا علشان خاطركم، احنا طلعنا لكم الشغل. بصوا يا جماعه، يعني البراد شكله جديد ومختلف. ايد البراد عامله زي ديل السمكه كده اهوت، واللون الذهبي ده جميل جدا. تحفه تحفه تحفه. بالاربع مجات دي، الموديلات الجديده اللي بتبقى نازله في اطقم الشاي، في منه الابيض وفي منه السمون. قولي لنا بقى سعره عامل كام؟ عامل 820 قبل الخصم. 820 قبل الخصم. قبل الخصم ال 20%. في عندي برده حاجه زي كده، الكابلز ده. حلوة قوي برده الكابلز ده. دخلنا كده قلبين في قلب بعض. وهير وهيز. كل عروسه لازم تيجي تاخد المجين دولت. اتنين كابلز مع بعض، واحد ليكي واحد ليه بقى كده. ايوه حركات ودكتك بقى كده. عايزه اقول لكم في منه الابيض والاسمر كمان، قولي لنا سعرهم. في منه الابيض والاسمر، وفي منه الوان تانية كتير. بصوا حبايبي 150 قبل الخصم. تعالوا بقى على القمر والكيوت الصغنون ده. لا لا ما تطلعيش حاجه، ده هو باين وجميل اهو. بصوا تحفه.
في منه برضو الوان، يعني عندي اسود وعندي ابيض. هصور لكم الوانه، ده عامل 270 قبل الخصم. قبل الخصم الوانه المنت اهي، بصوا الوانه الابيض الروز والابيض والاسود والمنت، وبصوا الوانه تحفه احلى من بعض. ومنه الشاي ومنه القهوه، الشاي 375 والقهوه 270. تمام، بصوا حبايبي دوت برضو طالع موضه، دي كده بالمعلقه، الفنجان بالطبق بالمعلقه بتاعته، ده عامل كام؟ ده عامل 190 قبل الخصم. بصوا الوانه اهيت، الوانه حلوه قوي، المنت والجراي واللون ايه ده البترولي، منتو جري وبترولي وسيمون كذا لون. يعني عندي منه برضو شكل تاني، طبق واخد شكل مختلف شويه، ده عامل 190 والفنجان بتاعه برضو مضلع. بصوا قيم قوي قوي، يعني ما شاء الله كده، ديت الصبح مع حته شوكليت وفنجان القهوه، لا ملهاش حل بجد، هتغير مودك طول اليوم. وزيه حاجه زي كده، ده كابل برضو، ده قابل اتنين مع بعض، ده عامل كام؟ والابيض عامل 244 قبل الخصم. بصوا كده انا جبت لكم كذا شكل للمجات القابل، بصوا ده بالغطا بتاعه حبايبي، دوت طقم الشاي ده عامل 420 اهو، بصوا حبايبي ده في منه برضو كذا شكل، يعني في حاجه اهو، بصوا في الشكل ده وفي الشكل ده، واللي بعده دوت ده عامل، ده طقم مجات اتنين برضو مع بعض بكذا لون، حاطين الوانهم كلها ورا بعض عشان تبقى بصوا ده كابلز برضو كده، اتنين شبه بعض اهي، هصورهم لكم اهو، دول كده كل اتنين مع بعض عامل 115، صح كده؟ صح كده. بصوا يا حبايبي اللون التالت، ولا دوت حاجة مختلفة؟ ده اللون التالت اللي هو المنت ده برضو منه، اللي انا بصوره لكم ده خالص. تعالوا بقى ناخدوها كده من بره وهقول هوريه لكم بالتفصيل، تعالوا بصوا اهو، ده اللي انا بقول لكم عليه، ده عامل كام؟ 420 اهو، ده يا حبايبي الشكل التالت ليه. بصوا المج القمر بقى دوت اللي هو بالفيونكا، ده فرجوني اللي بيحب لوحدي. الشاي بلبن بقى، يعني بيحب كده شاي بلبن كتير، شاي بلبن ونسكافيه بقى وكاكاو وسقسقه بقى من ورده، الوان كتير يعني جرين مينت اصفر اسود ابيض، حلوه قوي، ده عامل 85 قبل الخصم. بصوا حبايبي ده الطقم اللون التالت، عايزه اقول لكم ادي كده واحد، صح كده؟ كده ادي واحد، ايوه ده كده اول واحد، وده كده التاني، وده التاني، وده التالت، وده التالت، وده الرابع، كل دول عاملين سعر واحد 420 قبل الخصم. بصوا بقى الفراشة القمر دي، دي حاجات بقى اطقم القهوة، حاجات الجميلة كده، هو دي عاملة كام؟ حلوة، عامل 235، في منه برضو اشكال يعني حاجة زي كده. بصوا اهو ده شكل مختلف، شكل تاني مختلف، في برضو ده اللي شكل عصفورة، ده ولا عصفورة؟ عصفورة، الله جميل ما شاء الله. وفي حاجات كده فيها ورد مثلا كده، قول لنا كده الاسعار، 333 333 وده برضو عامل 333 في النص بقى تشكيلة مختلفة. عندي حاجة زي كده اللي هو الاسود ده، نزل اتنين اسود اتنين بني اتنين ازرق، حلوة قوي، ازرق لونه ورا برضو، واضح اهو، عامل 305 قبل الخصم، 305 قبل الخصم. وعايزه اقول لكم بصوا ده كده، ايوه الطقم القمر ده، تبع ده برضو طقم قهوه اللي هو واخد شكل الاستكانه شويه، عامل 320 قبل الخصم، 320 ده يا حبايبي. بصوا دوت ميكس الوان، تعالوا بقى كده بصوا الاسود ده وجماله، حاجه زي كده مثلا، ده برضو اربع مجات بالبراد والصينيه خشب، عامل 835 قبل الخصم، 835 وده ده كده هو الطقم شاي، ست فناجين بالاطباق بتاعتهم، عامل 365، في منه الاحمر اللي زي كده وفي منه لون تاني اللي هو الاخضر ده كده، الاخضر عندي الطقم الابيض ده حلو قوي، الابيض ده جميل، ده برضو اربع مجات بالبراد بصينيه بورسلين، عامل 800 جنيه، في منه الشكل ده وفي منه اللون الرمادي منه جري، ده تحفه حلوه قوي، وفي منه برضو الروز، والروز اهو، وفي منه اللون البترولي اهو، ودي كده المجات الحراريه، ده المجات الحراريه، مجات البورسلين حراري بالوانه، عندي البترولي، عندي الاسود، عندي الابيض، عندي الجنزيري، بصوا كمان في منه الالوان التانية، المط اللي هي الاورنج والجرين مينت والجري واللبني،
عامل كام بقى ده؟ المج الواحد عامل 100 جنيه، هيبقى عامل 80 جنيه بعد الخصم. 80 جنيه بعد الخصم. عايزة اقول لكم برضو هنا في ده مج، المج دوت بالمعلقة والغطا بتاعه، ده عامل 100 جنيه قبل الخصم. بصوا حبايبي ده طقم شاي برضو، براد كده بستة فناجيل ولا اربعة؟ اربعة فناجيل، عامل 624 قبل الخصم. قبل الخصم لسه في خصم 20%. بصوا حبايبي ده اللي على ستاند، ده عامل كام؟ ده على ستاند وبالاطباق بتاعته عامل 360. بصوا ده شكل مختلف غير اللي احنا صورناه في الاول. عايزه اقول لكم ان ده التاج، بس التاج الكبير، لكن التاني كان تاج صغير. ودوت عندي منه برضو الوان تانية، عندي الابيض وعندي الاسود، ده عامل 590. حبايبي عشان ما اطولش عليكم تعالوا ناخده بكريستالات كده على السريع. قولي لنا كده طقم الخشاف. ده كده طقم خشاف سعره كويس كويس وحنين. عامل 330. 330 قبل الخصم يا حبايبي. قبل الخصم 20%. عندي حاجه زي كده، ده طقم خشاف برضو الاندلس، عامل 350. بصوا بقى الكريستالات وجمالها، تعالوا كده بصوا تحفه. قولي لنا طبق الفاكهه ده عامل كام؟ طبق الفاكهه دوت كده بصوا عامل 380. بصوا شكله عامل ازاي، تحفه. ده ار سي اوت. تعالوا اصور لكم كده من جوه الباترينا. قولي لنا ده عامل كام؟ ده كده طقم خشاش اربعه. ده الماني، ده كريستال الماني اللي هو نختمين. نختمين ده كريستال الماني، معظم حاجاته بتنزل اربعه تقريبا. المانيا ما فيهاش غير اربعات بس، ما بيسمحوش باكتر من اربعه. احنا بس دي الحاجات اللي بتبقى انا بتبقى نازله جديده، من الحاجات الموديلات اللي بتبقى نازله جديده. ده عامل 483 قبل الخصم. تمام. في حاجات زي كده شيلات كريستال، دي عامله كام؟ دي ار سي ار برده عامله 483. في منها الشكل ده كده وفي الشكل ده كده. بصوا الشكل ده التاني دوت. قولي لي ده بقى انا مش عارفه هو ايه. ده كده دورق بيبقى دورق للتقديم كده اهوت في المطبخ. شكله جديد حبايبي. بصوا هو الفتحه بتاعته من فوق كبيره ما شاء الله، انا معرفتش ان هو دورق. شكله حلو قوي، جميل. وفي منه كذا شكل برضو، عامل 244. تعالوا بقى ناخده فوق. لا استني خلينا فاتحين اهو. بصي قولي لنا بقى الازازه دي كده قاروره. قاروره 335 برضو ار سي ار، خليها زي ما هي. قولي لنا الفوزه. الفوزه ديت ومعاها الماستر بيس اللي تحتها عامل 680. 680. نطلع على الجاتو بتاعت طبق التورته. التورته دوت عامل 750 بالغطا بتاعه، ده برضو ار سي ار ايطالي. في كاس ومعاه الكوبايه بتاعته. ده طقم كده مع بعضه برضو، ده عامل 216. 216 يتحط كده زي النيش، يبقى شكله حلو جدا. اطباق الفاكهه برضو حلوه قوي. من لسه عايزه اقول لك حلوه. 480. واللي جوه عامله كام؟ اللي جوه ده عامل 400. حبايبي احنا في معرض سيره باكوس شارع مصطفى كامل. بصوا الجمال بقى، بصوا الطعامه ده عامل كام قولي لي كده. في جاردينيرا زي كده للفاكهه عامله 345. وفي منها حاجه تانية بتبقى جوه اهي معاها البازه، عامل 590. 590 طقم كده مع بعض، يتحط على السفره يبقى شبه بعض ويبقى حاجه حلوه شيك جدا. قولي لنا تعالي ناخدوها كده من بره. بصي الفاز ده حلو قوي، عامل كام؟ دي عامله 750. 750. كل الاسعار اللي احنا بنقول عليها دي عليها خصم. بصوا حبايبي بقى، بصوا الفازات اللي فوق دي، قولي لنا كده سعرها لم يعني الفازات اللي فوق دي سعرها ما بين ال 500 وال 400 300 حاجه. بصوا تحفه. بصوا حاجه تحفه كده، وكفايه القعده اللي هي بتاعتها جديده وشكلها سيمبل قوي وجميل. تعالوا بقى عشان ما اطولش عليكم برده الجوله، هنقولوا ايه، تعالوا ناخدوا كده الكاسات. قولي لنا كده الطقمه اللي فوق دي. يعني عندي اللي فيه حرف لبني ده عامل 311. 300 اول واحد من فوق ده يا حبايبي 311. عندي حاجه زي كده عامل 372 اللي هو الموف او الموف. يا حبيبي. واللي بعده 372. اللي بعده عامل 183. اللي بعده دوت كريستال بوهيمي عامل 810. بوهيمي 810. اللي بعده ده عامل 211. تمام. اللي بعده اللبني الاخير ده عامل 511. 511 هننزل لتاني رف. عندي اول واحد ده كده هو عامل 178.
كام؟ 178. ما شاء الله. بصوا حبايبي، لا ده انا هجيبه لكم تاني. بصوا سعره 178، حلو جدا قبل الخصم. هدايا عيد الام بقى كده اهو. في حاجه كده 227، 195، 705، ده كريستال بنيني برضو، 211 الملون ده، حاجه تنطق النيش كده وتبقى مختلفه في النيش. اه طبعا. بصوا الوانه، مش الطقم مش لون واحد، عايزه اقول لكم الطقم 2 احمر 2 ازرق 2 اخضر. اه جميل. بصوا اللي بعده حاجه زي كده، ده برضو كريستال بنيني 705. 705. تعالوا بقى على اللي ده هنا، ده كده طقم كوبايات، 6 شوب العصير والميه، 6 ميه و6 عصير، عامل 670 قبل الفصل. تمام. عندي حاجه زي كده، ده كريستال برضو بنيني، عامل 1445. حلو قوي. الطقم برضو 12، 6 ميه و6 عصير. حلو. ده كده طقم شربات ار سي ار بالقاروره، يعني قاروره و6 كوبايات، عامل 577 قبل الفصل. 577 قبل الفصل. زيه حاجه زي كده، ده برضو طقم شربات بس دوره و6 كاسات، حاجه مختلفه شويه. عامل 550. حاجه زي كده، ده طقم كاسات الار سي ار، عامل 285، هيبقى عامل 246 بعد الخصم ال 20%. ار سي ار دي ماركه معروفه، خلينا لا هو باين، واضح. بصوا اللي بعده الكاسات الار سي ار برده، دي احنا كده في رينج ال 285، احنا مش هنغير الرينج. تمام. بصوا بقى اشكاله، ده شكل، ده شكل تاني، ده شكل تالت، ده شكل رابع، ده شكل خامس، كل ده ار سي ار. بصوا بقى حبايبي اللي هو اطقم الجيلي، اطقم الجيلي، يعني عندي حاجه زي كده كاسات الجيلي وعامله 380 جيلي وايس كريم. عندي طقم الشربات دوت عامل 510. عندي حاجه زي كده، ده برضو عامل 510، ده طقم شربات دورق ب6 كاسات. جميل. عندي برضو طقم الشربات ده عامل 290. بصوا حلوه قوي، عشان هو ساده قوي فمش هيبان من الباترينا، سيمبل جدا وشكله كيوت خالص، الناس اللي مش بتحب بقى بهرجه في الحاجه. عايزه اقول لكم بصوا الجمال. بصوا برضو بقيت اطقم الكوبايات، الناس اللي بتحب حاجه فيها دهب شويه. دي عامله كام؟ عندي اللي هو على موف ده كده عامل 490. 490 واضح قوي يا جماعه، اهوت جميل جدا. بصوا في منه اللي على ابيض، اللي على ابيض ده عامل 425. 425. ده عامل 550. 550. عندي حاجه زي كده الملون ده كده، اهوت واخد لونين في بعض. عسلي في روز، عامل 490 برضو. 490. عندي طقم الشربات ده برضو، شربات بقى اللي هو الناس اللي ما بتبقاش عايزه شربات ساده، يبقى عايزه شربات معاها شويه مع القاروره. ومع القاروره بتاعتها، 422 بالقاروره حبايبي. جميل. ده برضو طقم كاسات فلوت، عامل 372. احنا كنا شفنا الواسع بتاعه موجود. حاجه زي كده برضو، ده عامل 333. 333 واطقم الكاسات برضو، ما شاء الله ما شاء الله، كذا حاجه بكذا شكل، حاجه زي كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميله قوي قوي يا حبايبي. بصوا ده عامل كام؟ برضو الناس اللي عامل 915، الناس اللي بتقلق من شغل الاسترسات ده. لا يا جماعه، انا عندي الاسترس بيبقى بمغناطيس. يعني بصوا حبايبي شفتوها بالمغناطيس، يعني اتشيليها واغسلي براحتك. على فكره ده ديزاين جديد، ده اول مره اشوفه. ما شاء الله حلو قوي بجد، جميل. بصي يعني ان انت تغسليها، اقول لكم تاني، تغسليه وبعد كده تحطيها تاني بالمغناطيس بتاعتها، ما شاء الله جميله. النيش تبقى مناسبه جدا للنيش، اسعارها كويسه. عندي حاجه زي كده برضو، ده طقم 12، عامل 535. 535. حاجه زي كده، ده عامل 730. 730. عندي حاجه زي كده مثلا، ده عامل 245، اللي هو الابيض السائل الساده. تمام. ده عامل كام اللي جنبه؟ اللي جنبه ده عامل 627. عندي من ابيض السيده دوت، عندي الواسع بتاعي موجود فوق بنفس السعر 245. ممكن تعملي طقم بقى الواسع واللي هو الرفيع. عندي دوت كده، هوت الرمادي دوت في ذهبي عامل 320. الموف طقم الشربات الموف ده عامل 627.
عندي طقم الكوبايات دوت واخد زيق ذهبي خفيش كده برسمه وشغل حفر ابيض كده عامل 245. عندي طقم الكوبايات برده اللي موجوده فوق الطقم الذهبي ده عامل 670. طقم الكشاف ده عامل طقم الشربات ده عامل 544. طقم الكاسات ده عامل 810 واللي بعده اللي هو الروز ده عامل 372. تمام، تعالي قول لنا بقى اللي هنا دول. عندي كده دخلنا في تشكيله ثانيه، الطقم الكوبايات المربع ده عامل 365، طقم الشربات ده عامل 1050 لكريستال بونيمي. عندي طقم الكاسات الذهبي اللي فيه الورده الحمراء دوت عامل 365، واللي جنبه الروز ده عامل 344. تمام، حاجه زي كده الازرق ده 275. هندخل على اللي بعده الذهبي شويه 330. طقم الشربات برضو بالدورق بتاع الدوق القاروره بالكاسات عامل 605. طقم الكوبايات اللي هو الروز ده كده هو عامل 305. في منه الشكل تاني بالقعر الكوبايه بس هو اللي واخد لونه كوبايه ساده بشكل سيمبل ورقيق برضو عامل 245. عندي طقم الشربات ده موديل جديد ومختلف الورده اللي عليه ديت بشغل السيراميك عامل 660. تمام، عندي حاجه زي كده السيلفر واخده لون كده برده جميله جدا عامل 511. عندي حاجه زي كده الكيس اللي رجليه لبني ده عامل 245. عندي حاجه زي كده اللبني ده 344. عندي حاجه زي كده الزي الذهبي ده وكيس فلوت عامل 278. بصوا بقى الموف تحفه قوي عامل 620. عايزه اقول لكم بصوا في حاجات كده سمبل رقيقه قوي جميل جدا. طقم الكوبايات ده 6 كبير و6 صغير 365. عندي حاجه زي كده برده بشغل الورد السيراميك برده 550. رقيق قوي عايزه اقول لكم جدا اللي هو بشغل السيراميك ده. طقم الشربات ده الملون وفي ورد وفي شجر كده هوت عامل 721. طقم الكاسات دوت عامل معايا 300 دوت بوهيمي في ده كده هوت بوهيمي عامل 633 بس رجله واخده ميله كده جميله قوي شكلها جميلة حلو أوي جدا شكلها حلو جدا. اخر حاجه بقى عندنا في الكاسات هتبقى عندي حاجه زي كده عامل 683. احنا كده نعتبر جبنا كل اسعار الحاجه. ايوه طبعا يعني انا عايزه اقول لكم انت هتيجي تشتري على طول كل حاجه معاكم. عندي حاجه زي كده عامل ده كام عشان نبقى وصلنا لكم كل الاسعار كده. انا قلت لكم كده اسعار كل حاجه في المعرض 344. طقم الشربات دوت 650. طقم الكوبايات ده 120. كده نبقى احنا قلنا كل اسعار الكاسات والشربات وقلنا كل الحاجات اللي موجوده في باترينه الكاسات عندنا. ومش هطول عليكم بقى يا حبايبي، خلوكم في الجوله الرابعه ماشي، ولسه احنا في معرض سيره. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم. واقول لكم باي باي، استنوني في الجوله اللي بعدها.